تعرف انك جميلة قوي ولفت نظري من اول ما شفتك. ما حسيتش بكده الصراحة. يعني هقولك تاني، لو حاجة عجبتك ونفسك فيها اوعي تقولي انها عجبتك ونفسك فيها. عارفة ليه؟ ليه؟ صباح الفل على عيونك. ايه النوم ده كله؟ في حد ينام كل ده؟ بيني وبينك يا حبيبتي، انا اصلا ما خدتش اجازه من زمان قوي، ما صدقت. والنبي ايه؟ طب قوم، ده انا هعمل لك غدا. انما ايه؟ فله. ايه ده؟ بجد؟ امال ايه؟ يلا قوم، انت هتفضل نايم طول اليوم. قوم يلا. بيني وبينك عايز افضل نايم. قوم يلا. يلا يا بيبي. على مهلك وانت نازل واحده واحده. والله ما تقوليش. ايه رايك بقى؟ بص، ايه رايك في السفره دي؟ ايه ده بقى؟ هاكل فراخ على الصبح؟ وما تاكلش فراخ ليه؟ امال مين اللي ياكل ده؟ انت حتى عريس. ايوه عريس، بس مش مفجوع. مفجوع؟ ما تقولش على نفسك كده، صحتك مش عجباني. ايه؟ لا والله العظيم، والله العظيم ما اقصد، انا قصدي يعني ان انت بتهلك نفسك في الشغل، فمحتاج كده حاجه تقوي صحتك شويه. انا كان في حاجه كده عايزه اقولها لك، بس والنبي ما تزعل مني. مش هزعل منك. قولي. ايه؟ انت عارف يعني ان انا ابويا ما عرفش ان انا اتجوزت وكده، فمش عارفه اقول له ازاي. انا هقول. لا، ما ينفعش انت تقول له، لازم انا اللي اقول له. سيبني كده بس اوضب اموري كده واظبطها، وبعدين نشوف هنعمل ايه. كان في حاجه تانية. قولي. بصراحة أنا مش عارفة يعني أبات هنا، يعني ينفع أروح بالليل وأرجع الصبح؟ حلو. لا حلو. تعرفي الدنيا دي غريبة قوي قوي. زمان كان لما واحد يتجوز واحدة في السر زي حالاتنا كده كان ممكن يطلقها عشان الناس ما تعرفش، هي بقى تاكل له دماغه وتزن تزن تزن عشان عايز الناس تعرف. دلوقتي الدنيا انقلب حالها، بس تعرفي انا موافق، ممكن تعملي كده. بجد؟ يعني والنبي ما انت زعلان؟ لا طبعا مش زعلان خالص، على الاقل زي الناس ما بتقول عشان نوحش بعض يا حبيبتي. ايوه صح يا حبيبي. يلا. ايه؟ يلا. طب ناكل. يلا. الاكل هيبرد. هناكل. طب هتيجي نسخنه تاني؟ اتفضل. الغدا جاهز يا سمير بيه. بابا وصل؟ عبد العزيز بيه هيتغدى بابا النهارده. لا انا مش جعان. محمد تحت امرك. ممكن تقرب شويه؟ تحت امرك. شوف اي اكتر لوحه في اللوحه دي عجبك. الحقيقة
كلهم حلوين يا سميبي، انت ما تعملش حاجة وحشة. ربنا يخليك، أنا عايزك تحدد لي لوحة بعينها. اللوحة الجميلة جدا هي ديت. وصفها لي. الحقيقة اللي فيها عصافير وشجر بتفكرني في الغيط واللي في البلد وراحة البال. راحة البال. تصدق يا محمد أنا لما رسمتها رسمتها مخصوص عشان أسمع الجملة دي. شكرا يا محمد. روح اعمل لي شاي. تحت أمرك. بس ممكن لو سمحت تطلب لي رقم علي قبل ما تروح. تحت أمرك. تفضل. روح اعمل لي شاي لو سمحت. تحت أمرك. ازيك يا عليا؟ طبعا انت لا اتصلت بيا ولا سالتي عني ولا قلتي لي تروح بالسلام وترجع بالسلامه، مع ان انا كلمتك وقلت لك انا رايح وهعمل عمليه وظروفي صعبه و... انا كنت لسه هكلمك. بس لا 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 ما تكذبيش، انت نسيتيني من اخر مره قابلنا فيها. انت مشغوله في حاجه انا مش عايز اعرفها. بس اسمعي، عايز اقول لك كلام صعب عليا جدا. انا خايف. خايف داخل على العمليه وخايف، عايز حد يقف جنبي، عايزك انت وبس. أكثر الألوان وضوحا هي اللون الأسود، وإن العيون التي تتمتع بقوة إبصار خارقة ليس لها أي معنى مع القلوب المسلمة. ده انت عسل، انت عارفه انت كنت لسه على بالي النهارده. لا يا شيخه، امال كل ما بتشوفيني بتدوري وشك الناحيه التانيه ليه؟ انا طب ان شاء الله اموت، ان شاء الله اموت وفرفر كده قدامك. طب تعالي معايا، انا عايزاكي في كلمتين. عندي شغل. شغل ده ايه؟ قلت لك بلاش كتر كلام وتعالي معايا. ازيك يا ام عبد الله؟ انت عامله ايه؟ نحمد ربنا ونشكر فضل. ايه شوفي، انا مقصره في حقك، انا حابه ازورك وانت كمان تزوريني عن اذنك. يا سلام، تشرفي وتنوري.